العرب يا السعودي، يا سعد الله صباحكم بكل خير. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38، الرطوبة 18%، أما الرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا كالعادة تبوك طقس حار 39 إلى 25، عرعر 41 إلى 28، والسكاك 42 إلى 28. المنطقة الغربية مدينة جدة فرصة لزخات من الأمطار خلال ساعات الصباح 37 إلى 28، المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار 41 إلى 31، مكة المكرمة 42 إلى 31، والطائف 32 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 29 إلى 24، أبها 29 إلى 20، وجزر 35 إلى 30. المنطقة الشرقية الدمام غبار خفيف 43 إلى 32، حفر الباطن 42 إلى 32، أما الإحساء غبار خفيف 46 إلى 31. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 29، بريدة 41 إلى 27، وحائل فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع ساعات ما بعد الظهيرة مع 38 إلى 28. إلى اللقاء.